يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على الأنحاء كافة، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 13 درجة، والجو في القاهرة معتدل. في الأسكندرية 21-12 والجو أيضا معتدل. في مطروح درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة والجو فيها أيضا معتدل. في بورسعيد 20-15 معتدل، وفي الإسماعيلية 22-13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها أيضا معتدل. في العريش 22-12 والجو فيها أيضا معتدل. في طابة 21-13 الجو فيها معتدل. في شرم الشيخ 24-17 والجو أيضا فيها معتدل. وفي الغردقة 24-16 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 24 درجة مئوية والصغرى 11 درجة والجو في الأقصر معتدل. في أسوان 24-12 الجو أيضا فيها معتدل. في الوادي الجديد 23-8 الجو فيها أيضا معتدل. وفي شلاتين 26-18 والجو فيها مائل للحرارة. في حلايب 24-19 والجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.